أكاديمية كل العرب شعار تبنته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لتفتح طريقها أمام الطلبة والباحثين والمتدربين المصريين والعرب بل والأجانب أيضاً لتتيح لهم تحقيق طموحهم في النجاح والتميز على المستوى العلمي والعملي والمهني المتخصص. تواصل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية نجاحاتها وعطائها العلمي حيث أضحت بصمة نجاح في العمل العربي المشترك بإرسائها استراتيجية تهدف إلى إعداد كوادر مهنية وأكاديمية قادرة على التعامل مع متطلبات العصر الحديث والمنافسة في سوق العمل. كانت انطلاقة الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية من المملكة الأردنية الهاشمية عام 1988 لتترجم الآمال والطموحات التي تبلورت عن اجتماع اللجنة التأسيسية للخبراء العرب إلى واقع ملموس يرفد أسواق العمل العربي بالكفاءات والخبرات المالية والمصرفية والإدارية من خلال مجموعة من البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريبية المتخصصة لتأهيل الكوادر البشرية من مختلف الدول العربية لتكون بذلك أولى مؤسسات العمل العربي المشترك التي تقدم خدماتها الشاملة في التدريب والتعليم والاستشارات والبحوث في المجالات المالية والمصرفية والإدارية. ولم تكتفي الأكاديمية العربية منذ ذلك الوقت بأن تقدم خدماتها في مقرها لكافة أبناء الوطن العربي، بل بدأت في التوسع والانتشار من خلال إنشاء مقرات وفروع وممثلين لها في معظم الدول العربية. والأكاديمية اليوم تفتخر بتبعيتها للعمل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية لتضمن بذلك إمكانية تقديم خدماتها لكافة أقطار الوطن العربي. الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية هي إحدى مؤسسات العمل الاقتصادية العربية المشترك منبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية، وهي واحدة من مؤسسات الفكر والتنمية للموارد البشرية العربية المتخصصة في مجالات المصارف والبنوك والمؤسسات والصناديق المالية، وهي حقيقة مؤسسة وقلعة علمية نفتخر ونفاخر بها في ليس في منطقتنا العربية ولكن على مستوى دولي لما لديها من كفاءات وقامات شامخة عربية تجسد فيها الريادة والابتكار، وإنها بحق أكاديمية كل العرب. تحرص الأكاديمية على الارتقاء بمنسوبيها إلى أعلى المستويات العلمية والعملية، حيث يتولى عملية التعليم والتدريب والاستشارات في الأكاديمية نخبة من الأكاديميين والمدربين والمتخصصين على مستوى الوطن العربي، مما يحقق للطلاب الانفتاح على المدارس الفكرية المختلفة واستيعاب مناهج علمية وتطبيقية متخصصة تنفتح على آفاق رحبة من العلوم والمهارات والخبرات المالية والمصرفية. تعد الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية إحدى المؤسسات العربية المتميزة في تقديم خدمات شاملة في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات والبحوث، وتغطي معظم دول وطننا العربي، ويعد الاهتمام بالمخرجات التعليمية والتدريبية والاستشارية أولى وأهم الركائز الراسخة لدى الأكاديمية العربية لقناعتنا بأن المخرجات التعليمية والتدريبية هي المورد الأساسي الأهم في تحقيق التنمية المستدامة. كان مقر الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في القاهرة، والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 10 سنوات، خطوة جديدة لها على طريق التنوع والانتشار والنجاح، فهو إضافة حقيقية لأكثر من 10,000 خريج من مختلف أنحاء الجمهورية. تمنح الأكاديمية العربية في جمهورية مصر العربية درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال ضمن 5 تخصصات مهنية، وهي الموارد البشرية، التسويق، الإدارة المالية،
الأسواق المالية والمصارف، وهي درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات تؤهله للتميز في سوق العمل المحلي بل والدولي أيضاً. الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بتعتبر من المؤسسات التعليمية الرائدة في درجة ماجستير إدارة الأعمال المهني الـ MBA. الأكاديمية بتعتمد على أفضل العناصر والكفاءات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية والعربية، وكذلك المتخصصين في القطاعات المصرفية والمالية والإدارية بما يتوافق مع التخصصات التي تقدمها الأكاديمية للدارسين. الأكاديمية بتقدم درجة الماجستير المهني في التخصصات المصارف، الأسواق المالية، الإدارة المالية، التسويق، الموارد البشرية. الأكاديمية بتهتم بتنمية وتأهيل العنصر البشري اللي أصبح له بفضل الأكاديمية مكانة متميزة في سوق العمل. بلغ عدد خريجي الأكاديمية منذ نشأتها ما يقارب 20,000 خريج في مختلف الدرجات العلمية، البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير المهني والأكاديمي والدكتوراه في التخصصات المالية والمصرفية والإدارية ونظم المعلومات، موزعين على أغلب الدول العربية. ولكي تكون الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أكاديمية علمية متكاملة، اهتمت الأكاديمية أيضاً بمجال التدريب العملي من خلال 4 معاهد في كل من القاهرة وعمان وصنعاء وجيبوتي، وفروع التدريب والمؤسسات المهنية المتعاونة معها في بعض الدول العربية الأخرى، حيث تقوم هذه المعاهد 4 بتقديم دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات إدارة الأعمال والمجالات المالية والمصرفية والمعلوماتية، حيث تتنوع أساليب التدريب وتتنوع التخصصات المهنية مع الارتقاء بمستوى التدريب طبقاً للمعايير الدولية. وتسعى أكاديمياتكم العربية خلال الفترة القادمة في تطوير كافة منتجاتها بالاستعانة بأفضل الخبراء المهنيين الذين يعملون في المجال، وكذلك في تطوير المنتجات التي يتطلبها سوق العمل وتمكين هؤلاء الموظفين والعاملين في هذا القطاع من مباشرة أعمالهم على أعلى مستوى ممكن. كما تهتم الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالتواصل مع المؤسسات المالية والاقتصادية والشركات وأجهزة الدولة العاملة في كافة القطاعات من خلال تقديم الاستشارات المالية والمصرفية والتي يقدمها مركز البحوث والاستشارات المالية والمصرفية التابع للأكاديمية، والذي يعمل على إرساء أسس وقواعد مهنة الاستشارات في العمل المصرفي والمالي والاقتصادي والإداري العربي في شتى مجالات الخدمات الاستشارية. ومن الأنشطة العلمية والتثقيفية الهامة للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية إصدارها لمجلة الدراسات المالية والمصرفية، وهي مجلة تثقيفية تصدر بشكل منتظم كل 3 أشهر، وذلك منذ منتصف عام 1993 وحتى الآن. تحرص الأكاديمية على تقديم خدمات مميزة لطلابها وتوفير بيئة دراسية متكاملة لهم من خلال إدارات الأكاديمية المختلفة، وهي إدارة التسويق والعلاقات العامة، إدارة القبول والتسجيل، الإدارة المالية، الشؤون الإدارية والموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمكتبة. الافتخار بالماضي والطموح للمستقبل هو الشعار الذي تتبناه الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية من خلال التميز والريادة والإبداع لتكون بحق أكاديمية كل العرب. ومن هذا المنطلق فإن الأكاديمية اليوم تنظر بفخر واعتزاز إلى ماضيها الزاخر بالنجاح والتألق، وفي الوقت ذاته تنظر إلى مستقبلها بعين الطموح والثقة والمسؤولية، المسؤولية تجاه ضرورة التطور ومواكبة المستجدات واقعنا المعاصر.